بسبب الطموح الملهم. وقال فيما يبدو تلميحا إلى الأزمة الحالية إن أي محاولات لما وصفه بالتهديد ووقف التجديد ستنعكس سلبا على الأمن والسلام العالمي. وإن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة رغم التهديدات والضغوطات. وإن أي محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة وستنعكس سلباً على الأمن والسلام والاستقرار العالمي.